ازيكم صحابة، عاملين ايه؟ اخباركم؟ جايب لكم النهارده برنامج جميل جدا اللي هو دوت. زي ما انت شايف البرنامج دوت بتقدر تعرف كام واحد متصل بالشبكه بتاعتك، وعشان تعرف الشبكه بتاعتك الحمايه بتاعتها ايه والكلام دوت كل حاجه. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج. طبعا البرنامج دوت موجود على متجر بلاي. طبعا هنا ده بيكون اسم الشبكه، ماشي، وده الوقت الحالي من 6 دقايق. طبعا ده اخر تحديث. هنا بيقول لك كام جهاز متصل في اخر تحديث دوت، كام جهاز متصل. وهنا بيقول لك غير امن او امن، درجة الامان بتاعت الشبكة بتاعتك بتقدر تعليها بعد كده. وهنا بيقول لك اضغط عشان تشوف السرعة بتاعتك، ماشي، بتاع الشبكة. وهنا من المتصل بالانترنت، تمام. وطبعا ده تنظيم تطبيقات مصغرة. احنا الاول هنشوف عرض الاجهزة دوت كده. الأجهزة ديت الموجودة على الشبكة بتاعتي، أول واحد دوت بيكون الراوتر، ماشي، طبعا زي ما انت شايف العلامة بتاعته. ده جهاز البي سي بتاع الكمبيوتر، ماشي. دوت التليفون بتاعي، طبعا بيكون كاتب لك الموديل بتاع التليفون بتاعي الموجود على الشبكة، سامسونج جالاكسي A30. دوت جهاز تاني برضو تبعي، ريلمي نوت 8. طبعا انت لو حابب تعمل لكل واحد اسم، زي ما انت شايف دي الاجهزه اللي بتبقى متصله عندي. طبعا انا مثلا لو عايز اعمل ريلمي نوت 8 دوت اغير اسمه. طبعا دي المعلومات بتاعه الجهاز واداره هذا الجهاز، زي ما انت شايف كل حاجه والجدول الزمني، اشتغل امتى وقفل امتى والكلام ده، وده العنوان الاي بي بتاعه وكل حاجه عن الجهاز الموجود، ماشي. وطبعا دوت الشركه بتاعته الموديل. طبعا انا ممكن ادوس هنا تحرير عشان هنا الغي ديت نوت 8 ديت، واكتب مثلا هنا مثلا هقول يوسف، تمام، وادوس حفظ. طبعا الجهاز ده لما يكون متصل تاني او اشوفه مثلا ابقى عارف اللي هو بتاع يوسف. طبعا عشان لو في حد نفس الموديل دوت دخل على الشبكة بتاعتي اقدر اعرف هو مين، تمام. انت بتقدر يعني تسمي طبعا دوت النسخة اهي وان 8. وطبعا الشاشة اهيت دوت عشان تليفون تبقى الصورة بتاعته كده زي ما انت شايف. دي الشاشة لو بتبقى متصل بالشاشة اللي هي قبل الأخيرة ديت. وهي طبعا بتدوس على الشبكة كل دوت كده حاجات. انت تقدر تستخدم البرنامج دوت في حاجات كتير قوي، سواء عشان تعرف الامان برضو بتاع الشبكة بتاعتك. وهنا ديت طبعا اختبارات الامان، وهنا بتأكد الاجهزة عشان يقول لك طبعا كنت مأكد دول انا مش مأكدهم. زي ما انت شايف بتأكدوا ايه اللي انت اتعلم على دوت. ده الراوتر، دي الشاشة، ده كده عشان انا اكون مأكد عشان ابقى عارف ان ايه الأجهزة دي بتاعتي أو لأ. هنا الإنترنت، اختبار السرعة زي ما انت شايف تختبر السرعة بتاعت الإنترنت بتاعك. برنامج مجاني، طبعا في حاجات بتبقى مدفوعة بس المجاني بتاعه بيغنيك عن المدفوع. زي ما انت شايف هنا كده كده هو بيقيس السرعة بتاعتك. طبعا بيقيس الابلود والداونلود. زي ما انت شايف بيقيس لك السرعة بتاعتك قد ايه. طبعا برنامج جميل جدا، الرابط هيكون موجود معاكم في الوصف تحت. شكرا ليكم، واتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق جميل منكم. شكرا لكم.